وللمزيد ينضم لنا عبر الهاتف الدكتور عبد الله الذوادي، عضو مجلس النواب. بعد التحية سعادة النائب، العلاقات البحرينية السعودية ترتكز على عمق الروابط التاريخية والأخوية التي بناها الأجداد وتوارثها عنهم الآباء والأحفاد بكل معاني الفخر والاعتزاز والتقدير. لو تحدثنا أكثر بخصوص ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الله يمسيكم بالخير. طبعا يعني العلاقة البحرينية السعودية يعني صعب ان احنا نوصفها بموجز بسيط هذا المساء، ولكن ان هذه العلاقة يعني تعد نموذج على عمق الروابط التاريخية والأخوية التي بناها الأجداد وتوارثها الآباء والأحفاد. وطبعا تشهد العلاقات مثل ما تشوفون يعني علاقات مزدهرة بفضل دعم قيادة سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البحرين، وأيضا أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية. وفي إطار الزيارة الميمونة لسمو ولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان، طبعا هاي الزيارة الأخوية يعني طبعا تعزز أكثر لهذه الروابط وتعد أحد الشواهد في عمق العلاقة الأخوية المتميزة التي تربط في الواقع بين المملكتين والشعبين الشقيقين، والمحافظة على الدين والعروبة والتعايش والتسامح وحفظ الكيان وحسن الجوار. والمملكة العربية السعودية طبعا يعني هي عمقنا الاستراتيجي في الواقع، ويعني وعماد لرئيسي للأمن والاستقرار في المنطقة، ومواقفها تجاه البحرين يعني كبيرة وكثيرة وفي المنطقة أيضا، وهي تقوم بدور كبير على المستوى الإقليمي والدولي في إحلال السلام. وإحنا كشعب البحرين في الواقع يعني نفتخر بوجود أشقائنا من المملكة العربية السعودية بيننا كل أسبوع، بل كل يوم في أماكن السياحية والتجارية والأسواق، وهم يشاركوننا دائما في فعالياتنا الوطنية وفي أفراحنا. فهذه يعني مرحبا وسهلا فيهم بالأشقاء من المملكة العربية السعودية. نعم، الدكتور عبد الله الذوادي عضو مجلس النواب، شكرا جزيلا لك.